بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مرحبا بالحضور الكريم في منبري نور على نور، في منبري نور على نور. هذا البرنامج نور على نور نتدارس فيه إن شاء الله درس من دروس المفيدة للأمة الإسلامية في الفقه الإسلامي الصحيح السني الإجماع. وعنوان هذا الدرس عباد الله الصالحين، عباد الله الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، عندما نتدارس هؤلاء القوم الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى جبلة من عنده بالمحبوبية، وهم عباد الله الصالحين. الصالحين هو صلاح مخصوص لهم من قبل الحق سبحانه وتعالى، وهي مرتبة عالية جيدة وعلى خطر. هم أناس من خلق الله خلقهم جبلة عبادا صالحين له وللخلق أجمعين، فهم من صفوة الله عز وجل، انبثاقهم من الكتب المنزلة وفي الذكر الحكيم من قوله تعالى في سورة الفاتحة: افتتح الله بهم كتابه الكريم في سورة الفاتحة. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الآية بذكرهم، نصلي بذكرهم في الصلاة وقوفا وخروجا منها في نهاية التشهدين، نقول: والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وتفصيل هذه الآية من الفاتحة في سورة النساء قوله عز وجل من قائل: الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ذلك الفضل من الله، أراد بها من يتقول فيهم بسوء، أراد الحق سبحانه وتعالى بها من يتقول فيهم بسوء أولياء الله. فإذا تقولوا فيقول الحق يمنعهم عن ذلك ويقول: وكفى بالله عليما، وكفى بالله عليما. لمن يقوله الحق سبحانه وتعالى لمن تعلق، لمن تعقل فيهم بسوء. فالأصفياء في القرآن أربعة: الأصفياء أي الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى من خلقه، من صفوة خلقه أربعة. لما خلق الله الخلق اختار منهم أربعة أصناف. قوله تعالى في كتابه الكريم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هذا هو الاصطفاء، والاصطفاء أربعة في الذكر الحكيم. وما ذكره الحق من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين له تعالى الحق من الخلق ما يختار، من الخلق ما يشاء ويختار، له من الخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. وعباد الله الصالحين مرتبة الولاية العظمى، وهي مراتب أهل الله تعالى الملتزمين العارفين بالله حق المعرفة، حق المعرفة بعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين.
ولا نستطيع أن نفسر في هذا الدرس بعلم اليقين ولا عين اليقين ولا حق اليقين فيه، لأن هذا المجال قصير جدا. وقد ذكر مرتبتهم الحق في الكتب المنزلة كافة وفي الذكر الحكيم بالخصوصية الربانية قضاء وأمرا مطاعا لا يخرج عن توحيد الله لا شريك له. فقد كان من الأولياء الصالحين من بني إسرائيل أناس على دين نبي الله موسى عليه السلام في التوحيد، فقد بلغوا عند الله مراتب جد سنية فاضلة عالية في طاعة الله ورسوله موسى عليه السلام. فهم الربانيون والأحبار كما وصفهم الله في الكتب المنزلة والذكر الحكيم. ففي سورة المائدة الآية 46 قال تعالى تزكية للموحدين منهم التابعين لأنبيائهم والذين ماتوا على دين أنبيائهم لا هؤلاء الذين أصبحوا مشركين. فالذين أصبحوا مشركين ليسوا من أهل الكتاب، وإنما الكتاب حجة عليهم لا حجة لهم، لأنهم كفروا بالله ونسبوا إليه النسبة. التابعين لأنبيائهم، قال تعالى إنا أنزلنا التوراة والإنجيل فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء الآية. فمن أولياء الله من بني إسرائيل قال الحق فيهم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، أوتوا العلم من بني إسرائيل لقارون قالوا ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، سورة القصاص الآية 80. وفي سورة المائدة 84 عن عباد الله الصالحين قال تعالى وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. القوم الصالحين هم أولياء الله وأحباؤه، هم أناس ليسوا كغيرهم في طاعة الله، فمن قال إنهم مثلنا فقد أخطأ جدا، قد أخطأ كثيرا. أناس ليسوا كغيرهم في طاعة الله، فهم القدوة في الطاعة والرجاء والخوف والنسك والورع، فهم من تولاهم الله بالرعاية اللدنية لا بالرياضة وإنما بالعناية اللدنية. أولئك هم العارفون المحققون المدققون في علم الولاية الربانية والقبول اللدني. ذكر الله الأولياء بذكره الطيب في الكتب المنزلة وعرفهم لكل نبي وعرفهم لأنبيائه ورسله ليزدادوا يقينا بمعرفتهم وتزكية مراتبهم ومراقيهم السنية التي لا تقبل الجدل قطعا وبتاتا. فقد ورد عنهم ما ذكره العلماء العارفون بالله، منهم وهب بن منبه يقول لما بعث الله موسى وأخاه هارون إلى فرعون قال تعالى لنبي الله موسى وكليمه عليه السلام، قال الحق سبحانه وتعالى لنبيه وكليمه موسى عليه السلام لا يعجبنك زينته أي فرعون ولا ما تمتع به ولا تمد أعينك معه، موسى وهارون بالتثنية، ولا تمد أعينكما إلى ذلك فإنها زهرة الحياة الدنيا وزينة المترفين، حتى قال تعالى ولكني أرغب بكما عن ذلك وأزويه عنكما وكذلك أفعل بأوليائي. وقال فإني لأذود عن نعيمها، فإني لأذودهم عن نعيمها أي لأدفعهم عن نعيمها ورخائها كما يذود الراعي الشفيق
غنمه عن مراتع الهلكة. واعلم يا موسى إنه لم يتزين العباد بزينة أبلغ فيما عندي من الزهد في الدنيا، فإنها زينة المتقين، عليهم منها لباس يعرفون به من السكينة والخشوع. وقال تعالى فيهم لموسى أولئك هم أولياء حقا حقا، فإذا لقيتهم أي الأولياء، فإذا لقيتهم في زمان موسى عليه السلام، فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك وذلل لهم قلبك ولسانك. واعلم يا موسى إنه من أهان لي وليا أو أخافه فقد بارزني بالمحاربة وبادأني، وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي. في كل زمان له أولياؤه. ورد في كتاب حلية الأولياء للحافظ أبي نعيم قال هم شغوفون به وبوده والمكلفون بخطابه وعهده. وقال في سند ينتهي إلى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن موسى عليه السلام قال يا ربي أخبرني بأكرم خلقك عليك، قال الذي يسرع إلى هواي إسراع النسر إلى هواه، والذي يكلف بعبادي الصالحين كما يكلف الصبي بالناس، والذي يغضب إذا انتهكت محارمي غضب النمير لنفسه، فإن النمير إذا غضب لم يبالي أقل الناس أم كثروا. ورد في الحلية أيضا سند ينتهي إلى وهب بن منبه فقال قال الحواريون يا عيسى من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ قال عيسى عليه السلام للحواريين الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها، والذين نظروا إلى عاجل الدنيا حين نظر الناس إلى عاجلها، فأماتوا منها ما يخشون أن يثيبهم وتركوا ما علموا أن سيتركهم. وقال عيسى عليه السلام فيهم لهم خبر عجيب وعندهم الخبر العجيب، وبهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا وبهم علموا الكتاب وبه علموا. هذه مرتبة أولياء الله من عباد الله الصالحين. ومن حديث عباد الله الصالحين ما حدث به حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في كل طائفة من أمتي قوما شعثا غبرا إياي يريدون وإياي يتبعون وكتاب الله يقيمون أولئك مني وأنا منهم وإن لم يروني. وقال أحد العارفين إبراهيم بن أدهم لا يبلغ الرجل درجة الصالحين حتى تكون فيه ست خصال: مجاهدة النفس وذلها والسهر ومحبة التقلل من الدنيا والفرح بإدبارها وقصر الأمل. هذه مرتبة عباد الله الصالحين. ورد أن النبي من كل أنبياء الله تسبقه الولاية في حادث عمره ثم تأتيه النبوة بعدها. فكلمة نبي لغة من فعل أنبأ ينبئ أي أخبر يخبر، فهو المخبر عن الله تعالى بواسطة جبريل عليه السلام. فكلمة نبي غير متسعة فهي مخصوصة بهم لا يصلها ولي. فهي مرتبة تشريف لا تكليف. فكلمة نبي غير متسعة خاصة بهم لا يصلها أحد ولا ولي كيفما وصل الولي. فمثل الولاية فهي وظيفة ربانية وهي تكليف وتشريف. مرتبة النبوة مرتبة تكليف وتشريف، أما الولي فمرتبة تشريف لا تكليف. مرتبة النبي تكليف وتشريف من الله تعالى لا تقبل الشريك، فالولي من حيثه لا يصل مرتبة نبي
البتة، لأن أولياء الله خلقهم الله تعالى من أنفاس الأنبياء كما ورد في الحديث، إلا أن حكمة الله تعالى قضت وسعت الولاية وتحبيس كلمة النبوة على أصحابها ما الولي ما وصل لا يقال أكثر من نبي أو يصل مرتبته أبدا على أصحابها الأنبياء لا تتجاوز غيرهم، فأمرهم مطاع شرعا. أما أمر الأولياء فأمرهم مستحب العمل به فقط. وروى أبو نعيم في الحلية جزء واحد صفحة 17 من حديث بسند ينتهي إلى البراء بن عازب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل خواص يسكنهم الرفيع من الجنان كانوا أعقل الناس. قلنا: يا رسول الله، وكيف كانوا أعقل الناس؟ قال: كانت همتهم المسابقة إلى ربهم عز وجل، والمصارعة إلى ما يرضيه، وزهدوا في فضول الدنيا ورياستها ونعيمها، وهانت عليهم فصبروا قليلا واستراحوا طويلا. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أولياء الله. ومن حديث عن أبي قلابة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: مر عمر رضي الله عنه بمعاذ بن جبل رضي الله عنه وهو يبكي، فقال عمر: ما يبكيك يا معاذ؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أحب العباد إلى الله تعالى الأتقياء الأخفياء، الذين إن غابوا لم يفتقدوا، وإذا شهدوا لم يعرفوا، أولئك هم أئمة الهدى ومصابيح العلم. فأولياء الله مراتب، منها السلوك إلى مراتب، منها الأبدال 40 والأقطاب والعارفون بالله وقطب الأقطاب والمكتوم بالكتمية الربانية والأوتاد. وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مدرسة نبوته يشرح لصحابته آية ألا إن أولياء الله، فقال أحدهم: من هم يا رسول الله؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم: الذين إذا رؤوا ذكر الله. وقال صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي رجل يقال له أويس القرني، وإن شفاعته في أمتي مثل ربيعة ومضر. رواه الإمام أحمد وصححه في مسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي تلا عليهم الآية، تلا النبي صلى الله عليه وسلم لما فسرها لهم فتلا عليهم الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وفي حديث آخر: إنهم على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مكانتهم من الله عز وجل. وذكر عنهم العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء هم عباد الله الصالحين، مرتبتهم مرتبة القرب والمعاينة، وكل من يراهم في الجنة في مرتبة المشاهدة فقط، لأنهم في المكان الممنوع الوصول إليه على منابر من نور، وإن وجوههم لنور. فالعبد الصالح أصلح الله كل ذرة من ذرات ذاته ظاهرا وباطنا. إذا صلح العبد يتصرف ويتحرك بروحه لا بنفسه، لأنه زطم عليها بقدمه، فصار محبوبا يتحرك بالله ويسكن به، كما في الحديث الشريف: يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوليائه: أولئكم عباد الله الصالحين، فإننا نصلي باسمهم واقفين في الفرائض والسنن والنوافل. وفي الوقوف قلنا في فاتحة الكتاب: صراط الذين أنعمت عليهم، والفاتحة فرض في كل صلاة.
وقد فصلت الفاتحة سورة النساء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ثم ذكر عباد الصالحين، ثم نذكر عباد الله الصالحين في التشهد الأول والأخير. ذكر ذكرهم واجب في كل صلاة قياما وقعودا وخروجا. نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهي مرتبة أدخل الله فيها الأنبياء المذكورين في الذكر الحكيم، والله أعلم بذلك المراد في سورة يوسف. في سورة يوسف قال الحق سبحانه وتعالى: فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وألحقني بالصالحين، هذه المرتبة لا نعلمها نحن، وإنما هي في علم الله عز وجل وفي أزله. وفي سورة النمل لنبي الله سليمان قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، إلى أن قال فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وأدخلني في رحمتك في عبادك الصالحين. وأدخلني في رحمتك في عبادك الصالحين، رحمتك أي في مشيئتك، ديوان المشيئة. هكذا فسر المفسرون رحمة الله أي المشيئة، ديوان المشيئة في عبادك الصالحين. عباد الله الصالحين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين هم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين كما قال تعالى في سورة التوبة الآية 16. كل ما في الآية الكريمة تزكية لأوليائه المخلصين بفتح اللام الصالحين، وهم مذكورون في القرآن بذكر التزكية اللدنية. فصوروا الأنبياء معلومة بذكر التصريح وذكر أوليائي وذكر الأولياء، ذكرهم الحق بالتلميح عباده الصالحين في الفاتحة وفي سورة القمان وسورة وطالوت في النساء وذو القرنين وأهل الكهف وسوى ذلك، من خاصته تعالى ونبه بهم أنبياءه ورسله ليعلموهم ويعزروهم ويوقروهم، مع أنهم ليسوا أنبياء ولا رسولا من عنده تعالى. وقد أثنى عليهم في الذكر الحكيم أي ما ذكر تزكية لهم، وسماهم الحق أسماء كثيرة تحميدا لهم لعباده الصالحين وتمجيدا. منهم قوله تعالى في سورة الفرقان الآية 62: اختصهم بأعز وأرحم أسمائه تعالى، اصطفى لهم من بين أسمائه الرحمة، قال عز من قائل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. 64 الآية، حتى قال فيهم بالتزكية للدنيا، مع أنهم ليسوا بأنبياء ولا رسلا من الله تعالى. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، حتى قال فيهم أيضا تبجيلا لعباده الصالحين من أوليائه: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. الآية 76. فعل يلقون بالتضعيف في الآية هو فعل للمبالغة ترحيبا ربانيا بهم، سماهم الله تعالى بأولي العلم وأولي النهى في القرآن العظيم، هم الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فهم أهل الذكر الذين إذا رؤوا ذكر الله يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، خلقوا بذلك جبلة من رب كريم، فلا يخافون يوم يخاف الناس ولا يحزنون يوم يحزن الناس دنيا وأخرى. أولئك هم عباد الله الصالحين أولياء الله الأتقياء الأخفياء.
إنهم الذاكرون الله كثيرا شهداء الذكر أفضل من شهداء السيف، لقوله صلى الله عليه وسلم في شهداء السيف. قال صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد الصحابة رضي الله عنه من الأفضل يا رسول الله، أشهد السيف أم شهيد الذكر؟ قال صلى الله عليه وسلم إلا أن يتكسر سيفه مرتين. فانظر كيف مجاز الحديث، الحديث فيه المجاز.